بلورة رؤية جديدة وموحدة للدفع بالعمل العربي المشترك في إطار المجتمع المدني رهان أرادت الجزائر من ورائه أن تستنهض الحالة الشعبية قبيل انعقاد القمة العربية على أرضها. نعتبر هذا اللقاء منتدى التواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك انطلاقة جديدة ونفس جديد للمجتمعات المدنية العربية، وهذا في إطار يعني هذا المنتدى الذي حضره المرصد الوطني للمجتمع المدني، وذلك للدفع بعمل المجتمع المدني ولتمكينه من أدوار أساسية خلال المرحلة الراهنة. فلسطين كانت حاضرة بقوة في بوصلة التحليلات السياسية وورشات النقاش، نقاش تعزز بحضور وفد سوري أعاد طرح مسألة تغييب دمشق عن القمة وتراجع التضامن العربي. اليوم لا نعول على هذه الأنظمة، أنا كشابة عربية سورية لا نعول عليها، نحن نعول على الشعب العربي وعلى الشباب العربي الذي شهدنا كثير لهم من المواقف خلال فترة الحرب، ومن التضامن ومن المحبة للشعب العربي السوري، ومن الرغبة لزيارة سوريا ولعودة سوريا إلى ما كانت عليه قبل الحرب. سوريا كانت وما زالت قلب العروبة النابض، هذا ما شهدناه. وأعتقد أن هذا المؤشر اليوم بجمع مؤسسات المجتمع المدني هي خطوة، وهو حرص أكيد على أن الجزائر تريد هذه القمة أن تكون قمة بين مرحلتين، مرحلة عجز ومرحلة تشتت، ومرحلة أخرى نبني بها مستقبل يكون أكثر إشراقا لهذه الأجيال الصاعدة. قبل انعقاد القمة العربية تسعى الجزائر لإشراك فعاليات المجتمع المدني والشعوب لدفع عملية تحرير القرار العربي من الحساسيات والارتهان الخارجية. منتدى عربي للمجتمع المدني الفاعل والمؤثر، ورسالة إلى الشعوب العربية التواقة للوحدة وعودة العمل العربي المشترك، مفادها أمل بأن القمة العربية المرتقبة ستكون قمة لم شمل العربية. سفيان مراكشي من مدينة وهران غربي الجزائر، الميادين.